اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أول 70 نساء ستسعر بهم النار يوم القيامة، ولماذا أكثر أهل النار نساء؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه مسلم. وهناك 7 أنواع من النساء يرتكبون ذنوبا في الدنيا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أول نوع من النساء التي سيسعر بهم النار يوم القيامة: أولا، نساء كاسيات عاريات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ثانيا، المتشبهات من النساء بالرجال. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. ثالثا، الواشمة والمستوشمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. صحيح الجامع. والنمص: النامصة هي التي تقوم بنتف الحاجبين أو ترقيقها، والمتنمصة المفعول بها ذلك بناء على طلبها. رابعا، المرأة المصادقة للدجال. عن عبد الله بن مسعود قال: من أتى عرافا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. صحيح الجامع. خامسا، المرأة التي تطلب الطلاق بدون عذر شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. صحيح الألباني. سادسا، المرأة المستعطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، صحيح الجامع. سابعا النائحة، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري. وليس كل النساء ستعذب، فالنساء في الجنة لهن نعم عظيمة ذكرها الله سبحانه، فإنه ما من جزاء ذكر في القرآن الكريم للمؤمنين إلا وشملت بذلك الرجال والنساء، فقد قال الله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وفي قوله تعالى: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأجور والنعم التي خصت النساء والرجال كثيرة جدا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جمال أهل الجنة رجالها ونسائها: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فكان جمال المرأة في الجنة يزداد كل جمعة. ومن ذلك النعيم أيضا أن النساء في الجنة لا تمر بالحيض والنفاس، وقد جرت في أعضائهن ماء الشباب بحيث يرى مخ ساقها من وراء اللحم، فكأنه الياقوت والمرجان. ونيل الجنة هو الفوز الذي يبحث عنه كل إنسان. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. هناك عشرة أشياء لو حرص الإنسان على اجتنابها لكان من أهل الجنة، وإن فعلت لكان صاحبها من أهل النار. 1- علم لا يعمل به، أي أن الإنسان هو صاحب علم سواء أكان العلم الديني أو الدنيوي، لكنه يكتمه ولا يعمل به. 2- عمل لا إخلاص فيه أو اقتداء، فكم من أعمال فقد فيها الإخلاص فكان هباء منثورا. 3- مال لا ينفق منه، فهذا المال لا يستمتع به صاحبه ولا ادخره عند الله في الآخرة. 4- قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وهذا القلب لا يعرف الأمان ولا الطمأنينة. 5- بدن معطل من طاعة الله وخدمته. 6- محبة لا تتقيد برضا المحبوب، أي كون الإنسان مدعيا محبته لله ورسوله ويفعل ما يخالف ما أمر به. 7- وقت معطل عن استدراك ما فات. 8- فكر يجول فيما لا ينفع. 9- خدمة من لا تقربك طاعته من الله. 10- الخوف والرجاء من العبد، أي انشغالك بخدمة الخلق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.